اكتر فيلم بتحبه اجنبي؟ كتير بقى يا اميرة. ده فيلم، اختار فيلم دلوقتي. ايه اكتر فيلم بينرفزني؟ ايه اكتر فيلم بينرفزني؟ عشان المؤلف بتاعه مستفزني جدا وبشوفه اذكى واحد. اقول لك انا؟ The Reader. لا The Reader بعشقه طبعا. لا The Reader The Reader ليه حاله في قلبي خاصه. تمام. بس اسلام دوغ مليونير. اسلام دوغ مليونير ليه بيستفزك ليه؟ الراجل المؤلف والمخرج اذكياء قوي يا امير. اذكياء بشكل استفزازي يعني. ده بيستفزك نجاحه؟ بيستفزني ان هم فكروا فيه احسن من لو انا بعمله وكنت فكرت فيه بكتير، ان هم اذكى مني فبيضايقوني. فبيضايقوك ان هم اذكياء قوي. انت عارف الفيلم ده خد كام جايزه اوسكار؟ ده خد كتير قوي. الفيلم ده خد كل جوائز، خد كل الجوائز اللي في العالم. خد كل جوائز الفيلم ده. سيبك من الجوائز، الفيلم ده فيلم مكتوب بشكل غريب ومتمثل بشكل غريب واخراجه شكل طريقه الحكي فيه. انت الفيلم مثلا طوله مثلا ساعتين، انت فعلا ما بين الولد الصغير والكبير. ولما جه يفتكر الولد الصغير حسيت ان انت شفتيه زيه من 20 سنه. ايوه. ما حسيتيش زي نويفو سينما باراديسو اما جاب توتو والفريدو، قصه بتاعت ولد صغير وراجل بتاعت سينما كده، وجه في الاخر والراجل مخرج كبير بيفتكر الولد الصغير، انت حسيتي ان انت شفتيه زمان. معناه ان انت في الساعتين عشتي معاه 20 سنه. فيلم مستفز جدا. خطيئة الشهوة ما نقدرش نتهمك بيها برضو. خطيئة الحسد بتحسد مين؟ أحسد؟ أحسد مين؟ ما أحسد حميد عشان عنده أسود أكتر مني. طيب مين حد بيحسدك؟ أنت بتخاف من الحسد؟ بتأمن بيه؟ خالص. تأمنش بالحسد؟ أنا بالعكس، أنا بيقعدوا كل أصحابي يقولوا يا ابني ما تنزلش صور مش عارف أنت ومراتك عشان ما يبانش مش عارف إيه. يا ابني ما تنزلش صور أنت ما عرفش إيه بتاع. يا ابني ما تنزلش صور. أنا ما بقى فيش الكلام ده. ما فيش؟ حسد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. الناس كانت بتقول إن أنت بتجيب شيوخ في البيت. لا إيه ده؟ يقروا لك قرآن و لا يعني إيه شيوخ يقروا لي قرآن؟ ما بتعملش كمان الإشاعة دي طالعة مامتك بتقرا لك قرآن؟ طبعًا. اجيب شيوخ ليه؟ مع احترامي الكامل للشيوخ اجيب شيوخ في اللي ما بعملش معاه. بترقيك ولا لا مامتك؟ طبعا بترقيك. طبعا. وبعدين لما بترقيك بتتاوب ولا لا؟ لا مش عارف يعني ايه بتاوب. ما لو رقيتك بتاوب. ده انت في فيلم، انت عايشه في فيلم. لا انا ما عنديش العاده دي، ما اعرفش، انا عمري حتى ما سمعتها. اجيب شيوخ وكده؟ بالعكس، انا اصلا يعني مع احترامي الكامل الاحترام للشيوخ. الشيوخ بس الفكره بتاعت العادات. مين الشيوخ والشيوخ بالنسبه لك؟ لا الشيوخ اللي هم الشيوخ اللي هم ناس بجد. ما احبش بقى يا اميره. بص بصراحه قولي حد بترتاح وانت بتسال. انا بحب اسمع قران بصوت الشيخ بشاري بن راشد العفاسي. تمام. لا مش بتكلم على القران الكريم. انا بحب اسمع قران. بتكلم عن الدعاء. بتحب تسمع مين؟ مين بيطمن قلبك؟ مين بتحس ان انت مقتنع بكلامه؟ ماليش حد معين بحب اسمعه. انا بحب اسمع اراء معينه من معظم الناس. ممكن حد يبقى الناس مش مختلفه معاه او متفقه بس يقول راي معين احب اسمعه واخده. وفي حد تاني ممكن نفس الشخص اللي انا اقتنعت بيه في الشطر ده من الكلام ممكن ابقى مختلف معاه في الراي في حاجه تانية. بس انا عامه يا اميره انا ما بحبش خالص في حياتي لا في برنامج ولا في الحياه ولا في بتاع اتكلم عن المشايخ او عن السياسيين.